السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب كلكم طيبين وخير، واهلا بكم جميعا في قناتي انا مروة زهرة. ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الخامس الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية. هشرح لحضراتكم الدرس الثالث بعنوان مظاهر سطح بلدي. قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى لو انا بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة كلكم تشجعوني وتدعموا الفيديو باكبر عدد من اللايكات، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله، وتابعوا الفيديو للآخر واستفادوا من شرح المادة بطريقة بسيطة. الدرس النهاردة بعنوان مظاهر سطح بلدي. أول حاجة بيعرفكم إن سطح مصر أو أرض مصر دي بتحتوي على مجموعة من الظواهر، مجموعة من الظواهر زي الجبال وزي الهضاب وزي البحار وزي السهول. دي أول حاجة، شكل الأرض بتاع مصر فيها جبال، فيها هضاب، فيها بحار، فيها سيول، ده أو فيها سهول. رقم 2، سطح مصر بينقسم إلى 4 وحدات تضاريسية. سطح مصر ده مقسوم لأربع أجزاء، الأربع أجزاء دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن أول حاجة وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم، ده جزء. الجزء الثاني عبارة عن الصحراء الغربية، الجزء الثالث عبارة عن الصحراء الشرقية، الجزء الرابع اسمه شبه جزيرة سيناء. دي المعلومة الثانية، سطح مصر ينقسم إلى 4 وحدات تضاريسية، الوحدة الأولى وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم، الوحدة الثانية الصحراء الغربية، الوحدة الثالثة الصحراء الشرقية، الوحدة الرابعة شبه جزيرة سيناء. وتعالوا بقى نتكلم على اول حاجه وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم، دي بتعتبر المناطق الزراعيه اللي موجوده عندي في مصر. قال لي اول حاجه ان دي بتمثل اصغر الوحدات التضاريسيه في مصر، دي اصغر حاجه، وكمان مساحتها بتساوي 4% من مساحه مصر كلها، يبقى الوادي والنيل والدلتا ومنخفض الفيوم دول اصغر الوحدات التضاريسيه ومساحتهم 4% من مساحه مصر. وكمان بيعرفني ان وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم ده اتكونت نتيجه التعريه المائيه. يعني ايه كلمه التعريه المائيه دي؟ يعني دي عباره عن التربه اللي نقلها نهر النيل. طيب في تعريف للتعريه النيليه او في تعريف للتعريه المائيه؟ التعريه المائيه نحت الماء للصخور ونقلها من اماكن اخرى، وبينتج عنها سهول فيضيه وسهول ساحليه ودلتا النهر. تاني مع بعض بالراحه، عندي حاجه اسمها التعريه المائيه. يعني ايه كلمه التعريه المائيه؟ يعني الميه نحتت الصخور ونقلتها من مكانها لمكان تاني، ولما نقلتها من مكانها لمكان تاني اتكون عندي حاجه اسمها سهول فيضيه وسهول ساحليه ودلتا النهر. كلام بسيط جدا، ما فيش فيه اي صعوبه. والمعلومه الرابعه بيقول ان نهر النيل ده بيصب في البحر المتوسط، وكمان وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم دي تربه خصبه وصالحه للزراعه. تعالوا نقول تاني الكلام ده بالراحه وافهموا اللي انتوا بتقولوه او اللي انتوا سامعينه، وعدوه تاني واحده واحده مع نفسكم على حسب الفهم بتاعكم. وكمان يكون عندك كشكول خاص بماده الدراسات الاجتماعيه تبدا تذاكر فيه اهم الاسئله وتكتبها عشان ترجع لها على طول باستمرار عشان ما تنساش، عشان المنهج كبير. دي حاجة اسمها شكل الأرض، وشكل الأرض ده بيتضمن الجبال والهضاب والبحار والسهول، ده أول معلومة. المعلومة الثانية بيتكلم إن سطح مصر بينقسم إلى 4 وحدات تضاريسية. مستصعب كلمة وحدات تضاريسية، قول سطح مصر بينقسم لأربع أجزاء. إيه الأربع أجزاء دول؟ وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم، ده جزء، الجزء الثاني الصحراء الغربية، الجزء الثالث الصحراء الشرقية، الجزء الرابع شبه جزيرة سيناء، وأول حاجة أتكلم عنها وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. وادي النيل والدلتا دول كده زي مع بعض، مجموعه كده مع بعضها بتعرف باسم المناطق الزراعيه. طيب تشخيصهم ايه او ممكن تكلميني عنهم يا مس شويه؟ هقول لك تعالى اتفضل. دي اول حاجه، دول اصغر الوحدات التضاريسيه في مصر، اصغر مساحه، مساحتهم كام؟ 4% من مساحه مصر. رقم 2، اتكونوا بفضل حاجه اسمها التعريه المائيه. يعني ايه كلمه التعريه المائيه؟ يعني التربه التي نقلها نهر النيل. طب عايزه اعرف كلمه التعريه المائية. ايه تعريفها؟ ايه تعريف مهم؟ تعريفها هي نحت الماء للصخور ونقلها الى اماكن اخرى، وينتج عنها السهول الفيضيه والسهول الساحليه ودلتا النهر. رقم 4، نهر النيل ده بيصب في البحر المتوسط، وكمان ان تربه وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم دي تربه خصبه صالحه للزراعه. وتعالوا نكمل مع بعض، هيبدا يتكلم لي بقى على الدلتا وهيشرح شويه في الدلتا. وخلوني الاول قبل ما نروح على شرح الدلتا نبص في الخريطه هنا مع بعض، وخليكم مركزين معايا في الخريطه. الخريطه مهمه، عندك البحر المتوسط، عندك البحر الاحمر، عندك الصحراء الشرقيه، الصحراء الغربيه، عندك الدلتا اهيت زي ما انا حاطه القلم عليها، عندك فرعين للدلتا، فرع اسمه فرع دمياط وفرع اسمه
اسمه فرع رشيد، وركزوا عليه وعلموه بايديكم، ايدك اليمين زي ما انا باينه قدامكم كده، ايد اليمين ده فرع دمياط وايد الشمال ده فرع رشيد عشان ما تنسوهوش. وكمان عندك حاجه اسمها كمان نهر النيل زي ما انتم شايفين قدامكم، ده اول حاجه اسمها الاربع وحدات التضاريسيه اللي موجودين عندي في مصر. تعالوا نتكلم بقى على الدلتا ونحكي على الدلتا ونشوف الدلتا فيها ايه. اول حاجه قال لي ان الدلتا دي عباره عن ارض طينيه، اول حاجه ارض من الطين تتكون عند مصب نهر النيل اول حاجه. وكمان الدلتا دي بتبدو على شكل مثلث كبير، الدلتا تبدو على شكل مثلث كبير، المثلث ده قاعدته على ساحل البحر المتوسط وراسه شمال مدينه القاهره. وكمان بتحتوي على اكتر من 50% من مساحه الاراضي الزراعيه في مصر، وبيوجد لنهر النيل فرعان، فرع دمياط وفرع رشيد، وكان ليه اكتر من 7 فروع، بل قديما كان لنهر النيل 7 افرع ولم يتبقى سوى الاثنين دول، يعني ما عادش موجود لنهر النيل غير فرع دمياط وفرع رشيد. تاني هنتكلم بالراحه على الدلتا، والدلتا دي ارض طينيه تتكون عند مصب نهر النيل وبتبدو على شكل مثلث وبتحتوي على اكثر من 50% من مساحه الاراضي الزراعيه في مصر، وبيوجد لنهر النيل فرعان، فرع دمياط وفرع رشيد. وتعالوا نروح على رقم 2 على الفيوم، وتعالوا قبل ما نروح على الفيوم نشوف الدلتا عندنا هو زي ما هو موجود قدامكم وكاتب في الخريطه. اول حاجه هي عباره عن شكل واخده شكل مثلث، هي المثلث ده القاعده بتاعته شمال البحر المتوسط وراسه شمال مدينه القاهره. رقم 2 بيتكلم عني حاجه اسمها منخفض الفيوم، منخفض الفيوم ده بيوجد في جنوب غرب القاهرة. منخفض الفيوم ده واقع في الصحراء الغربية، ركزوا في المعلومة دي كويس جدا، منخفض الفيوم بيقع في الصحراء الغربية. طيب ماشي، ازاي منخفض وقع في الصحراء الغربية وبيعتبر أرض خصبة وصالحة للزراعة؟ ايه السبب اللي خلى منخفض الفيوم أرض خصبة وصالحة للزراعة؟ لأن منخفض الفيوم ده هو بيتصل بنهر النيل عن طريق ترعة اسمها ترعة بحر يوسف. ترعة بحر يوسف دي بتاخد المية العذبه والتربه الطينيه الخصبه وتدخلها داخل المنخفض، علشان كده المنخفض اصبح تربه طينيه خصبه او اصبح ارض صالحه للزراعه. فتاني نتكلم بقى الكلام اللي موجود عليك في سنه 5، اول حاجه منخفض الفيوم بيوجد جنوب غرب القاهره، ورغم وقوعه بالصحراء الغربيه الا ان ارضه خصبه بسبب اتصاله بنهر النيل عن طريق ترعه بحر يوسف، والسؤال ده مهم جدا ووارد في الامتحان وركزوا عليه. رقم 3 بيتكلم لي على نهر النيل وبيقول ان نهر النيل ده بيعتبر اطول نهار العالم وبيبلغ طوله 6670 كيلومتر وبيمر فيه عدة دول، عدد الدول اللي نهر النيل بيمر فيها 11 دولة وبيطلقوا عليها دول حوض النيل. وكمان قال لي ان نهر النيل ده بينبع من بحيرة اسمها بحيرة فيكتوريا وبيصب بالبحر المتوسط. كلام بسيط جدا ما فيش فيه اي صعوبة، لو انا شايفة فيه حاجة صعبة هقول لكم واقف معاكم وعيد وازيد فيه. مرة تاني، نهر النيل اطول انهار العالم، بيمر فيه 11 دولة، بيطلق عليهم دول حوض النيل، وكمان بينبع من بحيرة اسمها بحيرة فيكتوريا وبيصب بالبحر المتوسط. طب روافد نهر النيل ده، نهر النيل ليه روافد؟ نهر اسمه نهر العطبرة، ونهر اسمه النيل الازرق، ونهر اسمه نهر الصباط. وتعالوا نشوف الكلام ده مع بعض على الخريطه زي ما هو موجود قدامكم هنا، ده كتاب الاضواء اللي انا شغاله معاكم فيه. نهر العطبره قدامكم اهو، نهر النيل، وكمان نهر الصباط، ودي اسمها روافد نهر النيل. 3 روافد هو قايل لي اهو، نهر العطبره، ونهر النيل الازرق، ونهر الثالث اسمه نهر الصباط. وتعالوا نكمل مع بعض الشرح بتاعنا. بعد كده هيبدأ يتكلم على رقم 2 على حاجة، هيبدأ بقى ياخد، احنا دلوقتي اتكلمنا على وادي النيل وعلى الدلتا وعلى منخفض الفيوم، هندخل بقى على ثانيا وهيتكلم على حاجة اسمها الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء. تعالوا نتكلم مع بعض على الصحراء الغربية. قال لي أول حاجة إن دي أكبر الوحدات التضاريسية في مصر، بتمثل ثلثين مساحة مصر. كلام بسيط جدا، أكبر الوحدات التضاريسية في مصر بمساحتها ثلثين مساحة مصر، دي أول حاجة. رقم 2 تبدو على شكل مستطيل بيتجه من الجنوب للشمال، الصحراء الغربية دي عاملة شبه المستطيل كده، المستطيل ده بيتجه من الجنوب إلى الشمال زي ما أنتم شايفين قدامكم في الخريطة أهي الصحراء الغربية. وتعالوا نوضح الكلام ده على الخريطة زي ما حضراتكم شايفين. أول حاجة الصحراء الغربية، مالها الصحراء الغربية؟ أكبر الواحات التضاريسية، أكبر الوحدات التضاريسية في مصر، أكبر الوحدات التضاريسية
الصياف في مصر. طيب تمام، ايه الحاجة التانية ليها؟ الحاجة التانية ان هي بتبدو على شكل مستطيل بيتجه من الجنوب الى الشمال، دي رقم اتنين. كمان فيها حاجة، فيها في الجنوب، علموا كلمة الجنوب، هي فيها جبل العوينات في الجنوب، وفيها هضبة الجولف الكبير كمان في الجنوب. فيها جبل العوينات في الجنوب، وفيها هضبة الجولف الكبير في الجنوب، وفي الوسط بتنتشر بها المنخفضات بسبب حاجة اسمها التعرية الهوائية والتعرية المائية. يعني ايه كلمة التعرية الهوائية؟ يعني الرياح بدأت تنحت في الصروخ في الصخور وتنقلها من مكان لمكان آخر، ونتج عنها المنخفضات والهضاب. تاني بالراحة، عندي في الصحراء الغربية في الجنوب، عندي من كلمة الجنوب جبل العوينات، وجبل وهضبة اسمها هضبة الجولف الكبير. جبل العوينات ده موجود في جنوب الصحراء الغربية، وهضبة الجولف الكبير، وفي الوسط موجود فيها المنخفضات. والسؤال يجي لك في الامتحان، تنتشر في الصحراء الغربية في الوسط نقط، تبقى انت عارف ان هي بتنتشر فيها المنخفضات بسبب التعرية الهوائية والتعرية المائية. والتعرية الهوائية يعني ايه كلمة التعرية الهوائية؟ يعني نحت الرياح للصخور ونقلها إلى أماكن أخرى وينتج عنها المنخفضات والهضاب. وجايب لي كمان بقى المنخفضات اللي موجودة في الصحراء الغربية، منخفض سيوة والبحرية والداخلة والخارجة والفرافرة والقطارة. وأنتم ممكن تقولها زي الأغنية، سيوة داخلة خارجة من الفرافرة للبحرية، تبقى سهلة عليكم. بعد كده معظم منخفضات الصحراء الغربية مؤهلة بالسكان علشان بتنتشر فيها الزراعة والتعدين. كلام سهل. كمان موجود فيها هضبة اسمها هضبة مرمريكا، دي في الشمال، والهضبة دي وكمان بيعرفني ان بيمتد بها بحر الرمال العظيم على الحدود المصرية الليبية، وفيها ابار المياه الجوفية، وفيها ابار البترول والغاز الطبيعي ومناجم الحديد. اهم حاجة عندي تبقوا عارفين ان الصحراء الغربية فيها جبل العوينات، وفيها هضبة الجولف الكبير، وفيها هضبة مرمريكا في الشمال. لازم تكونوا مركزين في الثلاث اجزاء دول. تعالوا نتنقل بعد كده على الصحراء الشرقية. والصحراء الشرقية دي فيها ايه؟ فيها جبال، فيها اسمها عبارة عن صحراء جبلية هضبية. شايفين كلمة جبلية يعني جبال، هضبية يعني هضاب، جبلية جبال يعني ايه؟ يعني فيها حاجة اسمها سلسلة جبال البحر الأحمر. انت بتتكلمي على ايه دلوقتي يا مس؟ انا بتكلم على الصحراء الشرقية. الصحراء الشرقية فيها سلسلة اسمها سلسلة جبال البحر الأحمر. سلسلة جبال البحر الأحمر دي تكونت نتيجة الحركات الانكسارية التي أصابت الصخور الصلبة، والتي أدت إلى ارتفاع بعضها وانخفاض جزء آخر. يعني حصل عندي حركات، الحركات ديت أصابت الصخور الصخرية، الصخور الصخرية ديت الصلبة لما اتكسرت في صخور ارتفعت وفي صخور نزلت لتحت، فعلشان كده اتكونت لي الجبال اسمها سلسلة جبال البحر الأحمر. يبقى سلسلة جبال البحر الأحمر دي تكونت نتيجة الحركات الانكسارية التي أصابت الصخور الصلبة، والتي أدت إلى ارتفاع بعضها وانخفاض الجزء الآخر. كمان فيها هضاب، قلت لكم موجود في الصحراء الشرقيه هضبه اسمها هضبه العبده، دي هضبه رمليه، وهضبه اسمها هضبه المعازه، ودي هضبه جيريه. بعد كده بيتكلم على القمم الجبليه اللي موجوده في الصحراء الشرقيه، والقمم الجبليه عليها جبل اسمه جبل الشايب البنات، جبل شايب البنات، وكمان فيها اوديه جافه زي وادي اسمه وادي العلاقي. ويعني ايه كلمه اوديه جافه؟ دي مجاري مائيه كانت تجري بها المياه قديما ثم جفت، يعني عباره عن منطقه الميه كانت بتمشي فيها والميه دي جفت. واهميتها بيستخدموا الاوديه ديت لانشاء الطرق وكمان او مجاري مائيه عند حدوث السيول. وركزوا كويس جدا في اهميه انشاء الاوديه الجافه دي، او ايه فائده الاوديه الجافه. الاوديه الجافه لها فائده ان هي يمكن استخدامها لانشاء الطرق او مجاري مائيه عند حدوث السيول. وكمان بيعرفني ان الصحراء الشرقيه دي فيها مناجم الذهب والفوسفات. مره تانية كلمه الصحراء الشرقيه تبقى عارف يعني صحراء جبليه وهضبيه. جبلية وهضبية، جبلية يعني جبال البحر الأحمر، هضبية يعني هضبة العبابدة وهضبة المعازة. وكمان الجبال دي بقى تكونت بسبب إيه؟ أو سلسلة جبال البحر الأحمر تكونت نتيجة الحركات الانكسارية التي أصابت الصخور الصلبة وأدت إلى ارتفاع بعضها وإيه؟ وانخفاض الجزء الآخر. طب قمم جبلية زي إيه؟ قال لك أول حاجة عندك حاجة اسمها جبل شايب البنات، وكمان عندك حاجة اسمها الأودية الجافة. والأودية الجافة دي زي إيه؟ زي وادي العلاقي. تعريف الوادي الجاف او الاوديه الجافه هي مجاري مائيه كانت تجري بها المياه قديما ثم جفت، واهميتها ان هم بيستخدموها لانشاء الطرق وبيستخدموها مجاري مائيه عند حدوث السيول. وكمان بيعرفني ان الصحراء الشرقيه دي فيها مناجم الذهب والفوسفات. وتعالوا على اخر حاجه بقى اللي هي شبه جزيره سيناء.
وفي شبه جزيره سيناء دي طبعا انتوا عارفين شبه جزيره سيناء دي بتتميز بوعوره السطح في الجنوب. ليه؟ بما تفسر يعني السطح بتاعها فيه وعوره، يعني في ارتفاع وفي انخفاض، بسبب قال لك لوجود جبل سانت كاترين وجبل موسى. عشان موجود فيها جبل سانت كاترين وجبل موسى، تتميز شبه جزيره سيناء بوعوره السطح في الجنوب لوجود جبل سانت كاترين وجبل موسى. كلام بسيط، ما فيش فيه اي حاجه صعبه. رقم اتنين، بتنتشر في شبه جزيره سيناء دي الهضاب في الوسط. في الوسط بيكون فيها هضبه اسمها هضبه التيه، وكمان موجود فيها في الجزء الشمالي، الجزء الشمالي من شبه جزيره سيناء ده بيطل على البحر المتوسط، وبيه اوديه جافه زي وادي النيران وزي وادي العريش، ووادي العريش ده بيصب في البحر المتوسط. وكمان اخر حاجه بيتكلمني فيها في الدرس على قناه السويس، وبيعرفني ان قناه السويس دي بتعتبر من اهم الممرات المائية في العالم، علشان بتصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، والطول بتاعها بيبلغ 193 ألف كيلو متر و3 من 10 كيلو متر. وكمان بيعرفني إن بيتعرض مجراها للتعرية باستمرار مثل تآكل الشواطئ. بيتعرض مجرى قناة السويس دي للتعرية باستمرار مثل تآكل الشواطئ، علشان إيه؟ قال لك إن بسبب تعرض مجرى قناة السويس دي للتعرية أو للتآكل باستمرار، ده اللي دفع هيئة قناة السويس إلى القيام بأعمال صيانة للمجرى سنويا. ودي كانت آخر حاجة بيختم بها الدرس. الكلام بسيط جدا، أهم حاجة تكون عارف إن شبه جزيرة سيناء ديت معروفة بوعرة السطح بتاعها، عشان موجود فيها جبل سانت كاترين وجبل موسى، وكمان بتنتشر فيها الجبال زي هضبة التيه، وفي الجزء الشمالي منها بيطل على البحر المتوسط أودية جافة زي وادي الفيران وزي وادي العريش. وكمان بيقول ان وادي العريش ده بيصب في البحر المتوسط. واخر حاجه في الدرس اتكلم على قناه السويس، وقال لي ان هي من الممرات المائيه اللي بتصل بين البحر الاحمر والبحر المتوسط، ودايما المجرى بتاعها بيتعرض للتعريه بسبب تاكل التعريه زي تاكل الشواطئ. ده اللي خلى المسؤولين في هيئه قناه السويس ان هم يعملوا باستمرار على اعمال الصيانه للمجرى سنويا. ده شرح الدرس بطريقة بسيطة، مفيش فيه أي حاجة، الدرس ملخص وسهل معاكم. يا رب أكون بقدم لكم معلومة مفيدة. دعواتي ليكم جميعا حبايبي طلاب الصف الخامس بالتوفيق والنجاح. كنت معاكم مسمار وزهرة.